في صفحات الأهلي بعتولي لقطات لموسيماني وهو يصور جمهور النادي الأهلي في مباراته أمام سان داونز والأهلي. بكيت على عبد الناصر اللي مات، بكيت على عبد الناصر اللي مات. ده بعض الحاجات كمان الكابتن محمد عمر كابتن مصر الكبير وابو نجم التحكيم الصاعد الواعد النجم الكبير الدولي املنا في التحكيم المصري امين عمر نزل، وطبعا الكابتن محمد عمر اهلاوي قديم. الكابتن محمد عمر منزل ده على صفحته، بتجول انا اهو في اهم الصفحات وبحاول اجيب لكم اهم ما قيل. كمان عايز اوجه تحيه لعمنا الكبير الكابتن شاكر عبد الفتاح اللي قاد الترسانه النهارده وادوا اداء مشرف امام النادي الاهلي. زميلنا الاستاذ اسماعيل مرزوق على صفحته نزل يشكر الكابتن شاكر عبد الفتاح اهو، وانا بشكره طبعا نجمنا الكبير ونجم الشواكيش في العصر الذهبي الكابتن شاكر عبد الفتاح. يعني فرقتك حاجه تشرف، وانا بحيي النايب طارق جميل النايب سعيد رئيس نادي الترسانه ونايب امبابه، لان بصراحه الفرقه كانت واقفه على رجليها، وانا بحيي الكابتن شاكر عبد الفتاح ادوا بشرف في حدود الامكانيات. شكرا للمنقذ دائما ابن الشواكيش الاصيل شاكر عبد الفتاح، هذا الرجل المخلص وهذا الرجل المحترم الذي يتفانى هو ومساعديه وجهازه الفني في ان ينقذوا الشواكيش في هذه الاوقات الصعبه. رغم تاكد هبوط الشواكيش الا ان الكابتن شاكر عبد الفتاح وجهازه لا يسال، في سوء توفيق صادفهم كبير جدا. وانا بدعم طبعا صديق النايب طارق سعيد رئيس نادي الترسانه بقوه، وان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل، ولكن هم بصراحه ادوا مباراه في حدود الامكانيات المتاحه، يعني شيء يعني شرفوا بيه الترسانه. يعني عندي حاجه مهمه عايز اقولها لكم او عايز ازحها لكم. زميلنا الاستاذ سامح نادي، وده احد النشطاء الكبار على الفيسبوك، قال طيب حد يقول للمغفل اللي بيروح البرنامج يقعد زي الجزمه القديمه لمده ساعه ونص يسمع مكالمه تليفونيه وفي الاخر يقولوا له شرفتنا، الزمالك جاب نبوشه من مونتاجيريو المحطه، وحد يفكروا بجنوب افريقيا يا جماعه على كم ما اقولش كلام مش حلو. طبعا بيرد على اللي كتبه شادي عيسى، يعني سامح نادي يعني من الناس النشطاء جدا على الفيسبوك صديقي العزيز، يعني كتب افحم شادي محمد اهلاويه وبعشق الاهلي. طيب وانا هو انا زعلانه ليه انك ماشي بالرغم اني كنت بنتقدك وبالرغم من تصرفك في المؤتمر الصحفي؟ يعني برضه الناس اهي مشاعرها متباينه، يعني بس عشان خاطر ايه نبقى بنتجول بشكل كبير جدا في هذا المجال.